كأنه هيدا مصير اللبناني دايما، وكأنه مصير مبرم ما له تاريخ انتهاء، ما له وقت صلاحية. مصير انكتب على لبنان واللبنانية يعيشوه لو قد ما جربوا يقاوموا. مصير دم وجتت وتفجيرات ومصايب ما بتخلص. هالمشاهد اللي شفناها اليوم لو مش مكتوب عليها تاريخ ما كنا عرفنا هالمشاهد أي فاجعة بتوثق بلبنان. الحرب الأهلية بال75، الاجتياح الإسرائيلي بال82، تفجيرات رؤساء وقادة لبنانيين بالتسعينات، حرب إسرائيلية بال96، أو سلسلة الاغتيالات بال2005، أو العدوان الإسرائيلي على لبنان بال2006، أو حرب نهر البارد، أو اشتباكات جبل محسن وباب التبانة بطرابلس، أو شو؟ من أي مصيبة هول المشاهد اللي عم نشوفها؟ هيك بكرة رح يسألوا أولادنا بس يشوفوا مشاهد الدمار والموت، ونحنا ما رح نعرف نجاوب إلا إذا اطلعنا على التاريخ المكتوب حد الفيديو. المشاهد اللي شفناها ببيروت بهالكم يوم مشاهد شافها اللبناني كتير من قبل، وعاشها كتير من قبل، وبكي عليها كتير من قبل. كل ما يجرب ينسى هالمشاهد ترجع فاجعة جديدة تضربه من جديد وتنعش له ذاكرته بمشاهد حديثة. مشاهد حديثة صح، بس منا جديدة على اللبناني. مش لأنه اللبناني تعود على الدم أو على منظر الجتت المكدس على الطرقات، ومش لأنه لبناني تعود على صوت الانفجارات. لبناني المعتر تعود على الظلم. نحن بلبنان تعودنا ننظلم ونسكت، تعودنا ننظلم ونكمل، تعودنا ننظلم ونبتسم، تعودنا ننظلم ونعيش. بركي شي يوما ما يتغير، بس شو بشعة لما شعب حر يتعود على الظلم، وشو خطرة لما شعب يتعود انه ينظلم. ساعتها مين اللي بده يغير؟ مش وحدك بيروت، حلقة خاصة من برنامجنا من قلب بيروت لكل العالم، من رفقكم خلالها استثنائياً لمدة ساعة ونص من الوقت، لنوصل صوت كل موجوع من بيروت، كل بطل من بيروت، كل شهيد من بيروت، وكل ناجي من بيروت، لنقول لبيروت المنكوبة مش وحدك بيروت. ب4 آب 2020 الساعة 6 إلا 10 دقايق كان اللبناني بعده عم بصارع لحتى يعيش بين وباء كورونا المنتشر بلبنان وبين انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار اللي تسببت بغلاء معيشة جنوني. ولهون كان بعده اللبناني راضي بعيشته وقبلان وعم بيضحك. صارت الساعة 6:05 ووقف الزمن باللبناني. صوت قوي سمعه تقريباً لبنان كله ووصل على قبرص. زاز عم بطير، مباني عم تهبط، وما حدا فهمان شو عم بصير. وكل لبناني فكر إنه هيدا الصوت هو صوت انفجار حصل حده بمنطقته، ليتبين بعدين إنه هالانفجار هو انفجار حصل بمرفق بيروت ودمر بيروت وهز كل لبنان.